أخبار اليوم. Dear students, after we finish passage number one, we will go through passage number two. أعزائي الطلبة، بعد ما خلصنا القطعة رقم واحد، تعالوا مع بعضينا نشوف قطعة رقم اثنين، قطعة الكومبرهنشن، قطعة الفهم. Many people describe slums in Egypt as a ticking time bombs, waiting to explode at any minute since they have created many problems in our society. الله على الجملة دي. واحد قال لي ايه ده؟ ايه كلمة slums دي؟ أنا أول مرة أسمع عنها. أنا عارف بومبس يعني قنابل، لكن تيكينج دي يعني ايه؟ تيكينج. طيب ماشي، اكسبلود أنا عارفها، تنفجر. وإيه ده مستر دوت؟ أنا مش فاهم حاجة. لا يا حبيبي، كل ما عليك إنك أنت تترجم الجملة ديت بمنتهى البساطة، إنك لما تقول إن في ناس كتيرة جدا بتصف إن سلامز، لما تقول سلام يعني معناها العشوائيات. عارفين العشوائيات؟ البيوت اللي هي غير مخططة، حتت كده الناس كده في كده وتعمل عليها عيشة، تعمل عليها بيوت ولكن ما فيهاش انفراستراكشر. يعني انفراستراكشر يعني ما فيهاش بنية أساسا. فتعالوا نشوف مع بعض كده بنقول ايه. كتير جدا من الناس بتقول ان المناطق العشوائية في مصر هي قنابل موقوطة، تيكينج. عارفين القنبلة بتعمل تيك 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 تيك. فطبعا عارف يعني تشوفها في الافلام، في الاكشن موفيز وكده، الناس اللي بتحط البومبز والكلام. فتيكينج تايم بومبز يعني قنابل موقوطه، تعبير كل ربع، ويتنج منتظره تو اكسبلود، تنفجر ات اني مينيت، في اي دقيقه. سينس زي هاف كرييتد ماني بروبلمز ان اور سوسايتي، لانها عملت لنا مشاكل كبيره جدا في المجتمع. ماني ريبورتس، تقارير كثيره، وير بروفايدد اباوت نمبر اوف سلام اريا. في تقارير دايما بنقراها عن المناطق العشوائيه دي وزير بوبوليشن. Many reports were provided about the number of slum areas in the zero population. يعني في تقارير كتيره جدا اتقدمت عن المناطق، عدد المناطق العشوائيه دي وسكانها. A study conducted by the Central Agency for Public Mobilization and Statistics stated that the number of slums in Egypt is 1221 areas. طبعا على فكره عشان تعرف كده، في دراسه طلعت عن بيسميها الجهاز المركزي، سنترال ايجنت، الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء. كلمه موبيلايزيشن لما نعمل تعبئه، ستاتستكس طبعا الاحصاء، يبقى الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء بتقول ان عدد المناطق العشوائيه في مصر 1221. هاويفر، شوف بقى التناقض هنا. اول ما نقول كلمه هاويفر يبقى عامله زي كلمه بط، ولكن يعني في تناقض بقى. The Information and Decision Support Center، لكن مركز دعم القرار، مركز المعلومات ودعم القرار، ده مين؟ ده فين ده؟ Attached to the Minister's Cabinet، المرفق بمين؟ مجلس الوزراء. Estimated يعني قدر. قدر إن العدد دوت حوالي 1034. While the National Planning Institute، بينما معهد التخطيط القومي confirmed، أكد إن في 1109 slums covering 20 governorates occupied by 70.17 million inhabitants. 70 مليون و17 من السكان في المناطق العشوائية في مصر. على فكرة أنت لما تيجي تقرأ حاجة زي كده تقول ياه ده مصر ده كلها مليانة إيه؟ عشوائيات. At the same time, a study conducted by the Egyptian Center for Housing Rights، بينما في دراسة اتنشرت عن طريق المركز المصري لحقوق السكن، اكدت ان 5 مليون هاوسينج يونتس، ان حوالي 5 مليون وحده سكنيه محتاجاها مصر تو اكوموديت اكسبكتد بوبوليشن، محتاجيه علشان الزياده المضطرده، الزياده الكبيره المتوقعه في السكان لغايه 2020، يعني بعد 5 سنين. The overall estimated cost of these units is 117 billion pound، وان حوالي عشان نبني الخمسة مليون وحده سكنيه دولت محتاجين 117 بليون دولار. قطعه هتلاقي فيها تركيبات حلوه وفيها جمل كويسه. يعني انا عجبني مثلا كلمه، مثلا لما تعرف كلمه public mobilization، التعبئه العامه، statistics الاحصاء، اكتبها عندك علشان الكلام ده مهم جدا، علشان دي كلمات
شائعة جدا في الاستخدام. كابينت يعني معناها مجلس الوزراء. كلمة مثلا سلام اللي احنا اللي هو في احد الطالبات سألتني عليها، قالت لي يعني ايه كلمة سلام؟ اللي هي المناطق العشوائية. اذا يبقى القطعة دي كلها لازم تعرف ان هي بتتكلم على المناطق العشوائية فين في مصر، وعلى الاعداد وعددها قد ايه. تيكينج تايم بومبس اللي هي قنابل موقوتة برضو من الكلمات اللي دايما بتبقى متداولة جدا. طيب تعال عزيز الطالب، dear students let us try to answer the questions after we translated the whole passage from English into Arabic. Give a short answer to the following questions. اديني اجابة كده معلش للأسئلة اللي جاية دي. What is the main idea of the passage؟ ايه الفكرة الرئيسية من القطعة؟ فكرة رئيسية. Some students will write slum areas in Egypt. هيكتبوا على العشوائيات slums area in Egypt يعني معناها مناطق العشوائيات في مصر. ممكن some people write about the information about the slum areas in Egypt. المعلومات عن أو information available اللي هي المعلومات المتوفرة عن the slums area. إذن يبقى this is very important to understand that when what is the main idea it's about conflicting reports for example. يعني ايه conflicting reports؟ يعني معناها تقارير متضاربة ما فيش نصدق مين؟ بتوع مجلس الوزراء الكابينت ولا بتوع decision support center مركز دعم القرار، ولا نصدق بتوع center for housing rights ولا مركز حقوق السكن. فطبعا لان الاعداد the numbers are ايه سامع are different. Okay. Question number two. How can you solve the problem of slum areas in Egypt? This is an open question. يعني السؤال مفتوح لي. إزاي تحلها؟ So write whatever you like and I don't like to give you the answer of this question. But think how to solve the problem of the slum areas in Egypt. ده مهم جدا انك تفكر ازاي ان احنا نحل مشكلة العشوائيات في مصر من منظورك. Number three, why do many people describe slums as ticking time bombs? ليه أصلا الناس بتوصف الإسلام دي قنابل موقوتة؟ Because, of course, it created a lot of problems. لأنها خلت العديد من problems. Such as إيه؟ زي إيه؟ Diseases مثلا؟ صح، أنا سامعك. Diseases صح. إيه تاني؟ Education؟ صح، Education. Poverty؟ ممكن مشكلة الفقر ظهر فيها؟ Yes. So this is what we are trying to find the answer of this kind of questions. Now let us see the choose the best answer. Report is provided about the number of slum areas in Egypt. RA. التقارير المتقدمة عن المناطق العشوائية في مصر إيه؟ Sharp, accurate, compatible, conflicting. Of course, conflicting. يعني conflicting متضاربة. خلاص. Conflicting يعني متضاربة. لكن متطابقة compatible لا. Accurate دقيقة. Sharp دقيقة لا طبعا. ده بيقول 1000 ده بيقول 1200 ده بيقول مش عارف أقل من 1000 ده بيقول 70 مليون ده كذا. فالnumbers are wrong. The estimated cost of building a house unit is here. إحنا في الباسج in the passage the writer said that we need 117 billion to build a 5 million house units. يعني الكاتب ذكر ان احنا محتاجين 117 بليون عشان نبني 5 مليون واحد. لكن هنا look this question is بيسميه كده متحول لافف شويه. هو بيقول لك التكلفه التقديريه لبناء بس house unit واحده بس مش ال 5 مليون مين هاوس يونت. طب الواحده طبعا المفروض انت هتاخد 117 بليون وتقسمها. الشغل بقى رياضه. طبعا هي التكلفه بتاعتها هتطلع 23400 23400 ايجيبشن باوند فور اونلي بيلدينج ا هاوس يونت. وبكده اعزائي الطلبه انتهينا من باسج نمبر 2.